بات امتحان التوجيهي في السنوات الأخيرة مثار قلق للجميع من حكومة ومؤسسات تعليمية عامة وخاصة، وصولا إلى الأهالي الذين هم أكثر الجهات قلقا على مصير أبنائهم، وأكثر ما يثير القلق المعلومات المتضاربة والتشويش. فكيف سيكون شكل الامتحان العام القادم، وكيف سيتم تقسيم الحزم والمساقات؟ أسئلة كانت محور النقاش الذي نظمته نقابة المعلمين مؤخرا في الكرك وجمعة الطلبة وذويهم ووزارة التربية والتعليم. بالنسبة لقرارات التربية والنظام اللي آخر إشي طلع، أكيد كله رح يكون لصالح الطالب، وما في إشي رح يكون مو لصالح الطالب، لأنه التربية ما رح تحط إشي ويخلي الطالب يقع يعني في أخطاء وتحديات وهيك إشي. بداية طبعا إحنا السنة الجاية توجيهي، حضرنا المؤتمر، استفدنا منه إشي، فهمنا أشياء كانت عنا مو فاهمينها بالضبط، يعني كان عنا تشويش إنه شو كتب ومتى رح نبلش حصص. تكلمنا في ماهية الخطة وعدد المواد والحقول، أيضا العلامة لكل مبحث والوزن المخصص للمعدل. تكلمنا أيضا عن آلية القبول في الجامعات عام 2018-2019. تكلمنا عن المنهاج الدراسي، وهو نفس المنهاج الحالي لطلبة التوجيهي، ولكن سوف تكون هناك بعض الفصول أو الوحدات مخففة بمعنى مطالعة إضافية. هذا الأمر سيتضح من إدارة المناهج في تقريبا في حدود الشهرين المقبلين، أي قبل بدء العام الدراسي. استمعنا إلى كثير من ملاحظات الطلبة حول العقوبات، وأيضا إلى بعض المعلمين والمشرفين والحضور. أجبنا عن كثير من الأسئلة التي تتعلق بإجراء امتحان الثانوية العامة والحقوق حقوق الطلبة، خاصة فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. ربما تريح التغيرات على التوجيه الوزارة والطلاب، لكنها تقلق الكوادر التعليمية، ومن المهم عقد من هذه اللقاءات في جميع مناطق المملكة قبل بدء العام الدراسي.